معيار الجمال. أنا من حقي كشاب لما آجي أقول أنا محتاج أتزوج، أتزوج على أساس شرط الجمال ومن حقك. طب أنا من حقي أحط معيار الجمال في قائمة المواصفات لاختيار الزوجة اللي بطلبها في الزواج؟ حقك، ما حدش يقول لك حاجة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، إن رجل قال للنبي إني تزوجت امرأة، يقال سيدنا جابر بن عبد الله، حديث ثاني هقوله لكم، قال ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، قال التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. حديث جابر بن عبد الله، اذهب فانظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكم. فالأصل عادي إن ده شرط ومعيار أساسي، ومن حقك إن أنا أقوله. ده الشرع قال كده، طبعا اعتبار الجمال كشاء وماله، إباحة النظر أصل للمخطوبة، ذلك أحرى زي ما قلت لكم، قال سيدنا جابر بن عبد الله، فذلك أحرى أن يؤدم بينكم. ده نوع من أنواع الإيه؟ ده نوع من أنواع إن أنا أقر عيني وسر عيني بالمرأة.